حبينا اليوم ضمن نوستالجيا نقدم لك رسالة من الفنان محمد. القدير الأستاذ محمد العبادي أبو شريف للأستاذ عبير عيسى. عبير رفيق دربي من أكثر من 40 عام، وعلاقتي في عبير أيضا قبل ما تدخل المجال الفني، وكانت تربطني صداقة عائلية فيهم، وكنت أزور بيتهم وأبوها الله يرحمه أبو جمال عربولة. صداقتي أنا وياه أهداني الكتاب المقدس كهدية إلي، وما زلت أحتفظ فيه كذكرى من الله يرحمه أبو جمال، وكانت علاقتنا طيبة عائليا. على فكرة عبير بجوز ما حدا بيعرف اسمها في البيت كان جنيت، وأنا كنت بعرف إنها اسمها جنيت. لما دخلت المجال الفني ودخلت ودخولها في المجال الفني صار مصادفة، كانت تشتغل في سكرتيرة في مكتب إنتاج، شركة إنتاج الله يعطي الصحة عبد الرحمن العقربوي. فكنا نحضر لمسلسل مودرن وعاصر، وكان المخرج الله يرحمه مصري اسمه عبد القادر نجيب. فشو بقول لي محمد، أنا كل ما أرى الشخصية مريم، الشخصية دي مش شايف إلا البنت دي. عن مين؟ عن عبير. قلت له والله نفس الإحساس، بس إحنا مش مستبعدين فكرة إنه يعني قال لي رأيك نعرض عليها المسألة. قلت له طب ما نأخذ موافقة المنتج بالأول. قال أول شيء شوفها هي، إذا عندها الاستعداد ندخل على. ففعلا سألها وقالت له بدي أنا ما مثلتش، يعني مش في ذهني أصير ممثلة وكذا، بس خليني أستشير الوالد والعائلة وبرد لك خبر. قال بكرة. قالت بكرة. فعلا إجت ثاني يوم قالت أبوي موافق. رحنا على المنتج، حاولنا أقنعناه بالهاي، المهم وافق. أبوها بحكم العلاقة اللي بيني وبينهم وبين العائلة قال لي بنتي عمرها 17 سنة، يعني أنا بعتبرها لسه طايشة، هاي أمانة برقبتك، أنت صديق العائلة وهاي أمانة برقبتك. فمن هون بدأت العلاقة. لما طلعت جواز السفر لعبير اكتشفت إنه اسمها عبير عيسى. أنا بعرف إنها جنيت. كانت صريحة مدافعة عن حقوق زملائها بغيابهم أكثر ما إنه بحضورهم. فحتى إذا معي وقت في موقف صار معي أنا، وكان يصوروا في مسلسل في بغداد وهي وزملاء أردنيين، فبالمصادفة جتني دعوة ليومين ثلاثة يعني لزيارة بغداد. فقلت مدام إنه زملائي بسكن بالفندق اللي هم فيه. فلما وصلت الفندق قال لي زملائك عاملين حفلة عيد ميلاد فوق بالغرفة رقم كذا، فبعتوا لي شنطتي على الغرفة اللي أعطوني إياها ودخلت عليهم. فهو مفاجأة عظيمة يعني إنه بشو المصادفة الحلوة والمفاجأة. فعملنا شاركنا في الاحتفال. تاني يوم كان موعدي مع المطرب سعدون جابر واخذني عنده على البيت يعني للسهرة ومع العشاء. صابني ألم شديد فجأة، فوصلت معي وصلت معي المرحلة إني عم بمسك نفسي بديش أحسسه إني أنا يعني عم بتألم، لكن عم بزيد الألم. فحس هو قال لي مالك؟ قلت له ألم شديد صابني مش طبيعي. قال لي طب خليني أكون أوديك على الدكتور. قلت له يا ريت. أخذني على مستشفى اسمه ابن النفيس، فضربوني إبرة، ارتحت راحت. قال لي شو نرجع نكمل السهر؟ قلت له لا دخيلك وصلني للفندق، يعني لسه مأثرة علي المسألة، والإبرة خدرتني يعني. فرحت عرفوا الزملائي إنه هناك وكذا، فيجوا قعدوا عندي بالغرفة. كانوا يطلعوا على التصوير الساعة 6:30 صباحا، تصوير خارجي. فقعدت عندي عبير، قلت لها روحي نامي، زملائك راحوا ناموا عندك صاروا. قالت لي مش معقول أشوفك بتقلق وأتركك لحالك. ظلت عندي لغاية الساعة 7:30 حتى نادوها قالوا لا احنا طالعين على التصوير. ما تركتني ولا لحظة، كانت كنت تسيبني سخونة، تمسح لي عرقي، تحط لي كمادات، طول الليل قاعدة جنبي إلى أن نادوها على التليفون قالوا لها عبير احنا بنستناك تحت. ما نمتش وطلعت على التصوير، والتصوير طبعا رح ياخد طول النهار. فهذا موقف من عبير أنا ما بنساه.
عن جد دمعتك سهلة وسهلة. لا شوفي، لأنه أبو شريف أنا بحب كبارنا، واللي ماله كبير بشتري له كبير، فعلى الأقل عندنا كبارنا. أبو شريف مش بس كصديق، كأستاذ الأول يعني. أنا أول عمل اشتغلته معه بعد الحب، بعدين تل الفخار اللي أنا كتير بحبه. هو حنون، أنا بعتقد حتى ببيته هو حنون مع أولاده، لأنه بشوفهم كيف بتعاملوا معاه باللوكيشن. هو بني آدم كتير طيب وظريف، حتى لما بزعل بعصب بعدين بتلاقيه بثاني بتحكي معه كلمة بنسى. ذكريات جميلة وحلوة بيننا، فليه ما يكون يعني عرفتي قريب إلي طبعا يعني. فعلا زي ما قلت لك، ماله كبير بشتله كبير، فكيف لما يكون عندنا كبار وبهذا المستوى من التمثيل والشخصية الظريفة كمان والرقي في التعامل و يعني أنا بحبه. وأنا بحبه، أنا بحبك كتير. محمد العبادي يعني أنا بحبه عرفتي. الله يخلي هالصحبة الحلوة إن شاء الله، ويعطيه طولة الصحة ويضل يقدم أكثر للفن إن شاء الله ولحياته بشكل عام.